أكدت وزارة التجارة أنه تم ضبط أحد تجار الجملة للمواد الغذائية المنتصبين بمنطقة راس جدير ببنغردان، كان بصدد بيع كميات من العجين الغذائي لجهات غير معلومة لا تتوفر فيهم صفة تاجر، وذلك بهدف تهريبها خارج الوطن عن طريق المعبر. كما تبين أن صاحب الشركة يملك كمية هامة من مشتقات الحبوب المدعمة بفضاءات الخزن دون إثبات مصدرها ودون الحصول على فواتير البيع. وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف ومنعه من التزود بالمواد المدعمة. في المقابل تم تأمين الكميات المحجوزة بمخازن الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوب بلديات الجهة إلى إحاطة مصبات الفضلات بسواتر ترابية وتنظيف المسالك الموصلة إليها وتأمين حراستها ووضع سهريج مياه قرب كل مصب ومعدات لضمان سرعة التدخل والإطفاء في حال نشوب الحرائق. كما دعت إلى اليقظة والحذر وأحكام متابعة ومراقبة عمل حراس الغابات وإلى ضرورة ضمان جاهزية المعدات اللازمة للتدخل، وذلك بعد أن شهدت الجهة حرائق مختلفة شملت عدداً من مصبات الفضلات العشوائية وعدداً من الغابات ومزارع الحبوب بداية الصيف. تم بالاشتراك مع مصالح التجارة والأمن الوطني بأريانا الشمالية والحرس الديواني حجز 1000 لتر من الزيت النباتي غير المدعم معبأة في قوارير سعة 5 لترات مجهولة المصدر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ماسك البضاعة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المجال وفق ما أكدته الولاية. تم الاتفاق على تخصيص مركز لتلقيح الكلاب السائبة وتعقيمها وسط مدينة صفاقس وفق ما أكده رئيس البلدية منير اللومي إثر جلسة بحضور ممثلين عن جمعية حماية الحيوان بصفاقس. هذا وسيتم تهيئة المكان ليكون مطابقاً للمواصفات المطلوبة بعيداً عن المناطق السكنية وقريباً من كافة المصالح البلدية. في أخبار العالم، وفي لبنان أصبح الحصول على الخبز أمراً صعباً للغاية، حيث يقضي المواطنون ساعات وحتى يوماً كاملاً في طوابير طويلة أمام المخابز انتظار تأمين هذه المادة التي تضاعفت أسعارها. أزمة تفاقمت في مختلف جهات البلاد خاصة مع إغلاق عدد من المخابز بسبب عدم توفر مادة الفرينة، وضعية خلقت إشكالات عديدة وصل بعضها إلى إطلاق النار في الهواء، فيما يتوقع أن تقل حدة الأزمة مع وصول كميات من القمح إلى البلاد.